ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس مع سارة نجيب. نعود لنتابع الأحوال الجوية. تفضلي سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 33-25، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 31-24، والسويس 35-22. وننتقل إلى السويس. السويس 34-23، العريش 31-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 38-29. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 44-27، أسوان 45-28، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 42-31، وأخيرا مع حلايب 37-29. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.